رجل يعاني من سحر لا يستطيع أن يملك نفسه عن الشهوة فيقع فيها كثيرا ووصل بسببها إلى الوسواس القهري وقد بلغ من العمر فوق 40، فهل يجوز له أن يختصي لهذه الضرورة؟ لا، يعالج عند أهل الخبرة وأهل الطب ويعافيها الله إن شاء الله، يرقي نفسه، يكثر من الرقية صباحا ومساء، يعافيها الله إن شاء الله. نعم.